فهمي الوغ تسمعوا ليا سي تري امبورطون غير كراف هانتوما شوفوا الزحام اللي مورايا في لي زورجونس كاين الناس بزاف اون با دو ماسك بور تو موند عليها اون فو ابسوليمون غوفير هاد لو رابيل ندير معاكم فيديو قصيره ولكن تكون افيكاس على كورونا جوج حوايج اللي بغيتكم تعرفوا الوغ كورونا سي فري فيروس اللي هو ضعيف ما معنى هذا يعني انه 80% من الناس اللي غادي تصابوا به غادي تشافوا داكوغ هادي انفورماسيون رقم واحد ولكن كيبقاو لنا واحد 20% ديال الناس اللي غادي يوصلوا للمضاعفات نقدروا نقولوا انها صعيبه واللي كيحتاجوا فيها ربما البعض منهم الاسره ديال الانعاش الاجهزه ديال التنفس الاصطناعي الى اخره واخا شنو هو المشكل اذا كانوا 80% كيتشافوا المشكل هو انه لو فيروس كونتاجيو بزاف شنو هي كونتاجيو بزاف يعني انه الاغلبيه ديال الناس اللي غادي يتلاقاو مع شخص عنده الفيروس غادي يتعداو وهنا فين هذاك 80% داك الرقم الاول كيولي مهم علاش لان 80% ديال الناس اللي غادي يتشافوا سواء غادي يكون عندهم اعراض اللي هي ضعيفه سواء غادي يكون عندهم يعني ربما ما كاينش عندهم كاع الاعراض فبالتالي هما ما عارفينش راسهم مرض ولكن كينشروا الفيروس واذا خدينا فقط الرقم ديال 1% ديال المغاربه اللي غادي يتقاسوا غادي تعطينا 400000 مصاب 400000 مصاب منهم 21% اللي غادي يحتاجوا الانعاش اللي غادي يحتاجوا يعني الاجهزه ديال التنفس يحتاجوا الامور اللي صعيبه واللي مكلفه واللي ما غاديش تقدر تعطيهم مفعوليه في 100% من الحالات فبالتالي شنو هي هاد 400000 واحد تقاسموا حسبوا منها 20% 80000 واحد داكوغ 80000 مغربي وكلنا شفنا الفيديو ديال رئيس الحكومه كاين 250 سرير اللي مخصصه لمرض كورونا يعني ربما 80% اقل من داكشي اللي نقدروا نحتاجوا تخيلوا هذا المنظر ديال سرير واحد دايرين به 80 واحد كيتسناو نوبتهم داكوغ دونك بلا ما نكذبوا على راسنا المغرب ما غاديش يقدر يتحمل اننا نوصلوا كيف وصلت الامور في الصين فرنسا في الطاليان في اسبانيا داكوغ دونك الحل الوحيد اللي كيبقى امامنا الا ما بغيناش الاقارب ديالنا ما بغيناش الناس اللي عزاز علينا يموتوا الحل الوحيد هو ما يتعداوش باش ما يتعداوش حنا واخا نقدروا نقولوا بانه غادي نتصابوا وما غادي نبراو حنا ما خصناش نتعداو حتى حنايا فبالتالي الله يجزيكم بخير كل واحد يبقى في دارو هذا هو الحل الوحيد وعندنا جوج ديال الخيارات اما 14 يوم والناس جالسه في دارها ما كتنشرش الفيروس اما 5 6 7 اشهر وراكم عارفين ما كاينش تداعيات يعني صحيه تخيلوا هادشي المشاكل اللي غادي توقع حتى على الاقتصاد حتى على البطالات على بزاف المسائل فبالتالي الله يجزيكم بخير اسهل حاجه نديرو هي نحاولوا ما نخلطوش بزاف نحاولوا على قد الامكان ما نخرجوش من ديورنا وما نشروش الفيروس راه ما قدر